أنا أقول لك أن أنا أقول أي أن أنا أقول لك 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 أن سيدي أياد دكتور كاسه أجانب كايدي يبيعه فافهانو كاسين ما دابا إذا هنين شيء سكوه يهاي يفافهين تسهرس بقابة أنا ولي حكومة طالعين تكون صبرنيكين وحنو كوكال صون هايو قابتين مدحوينو كشيء جاي إن اعتراف كتيرو وهاي الصومال الآن اعتراف يسو دولة إثيوبيا وركنا ما إثيوبيا كصبحي وأفكر سرقوا هاللي بلا ما هنا دكتور شعب كصومال أنا تاوني من هكذا تجينو ده هنودي جينا نقيب كنا حس حسبيك وكل مية يدولدة أنا واحد من حسب معارضة لمن كاد يقول علينا سيء ما كاد إنه هي هوشة ترتم بعنا قد حياة لكن سؤال شادي ويدي سيء ها عدات عن لي وقت كده سيء هذا يقول إنه ويدين يسوع أي أنه ونولي أنه ويدين الدولدة حلبان أحمد علي عينبا وكمدا حلبان هذا قلها الدجان كي الدجمدا بربرة أهنا قدومي كحجان كحسب جوعد وحوسود ويا حير كيسار كدور شوي إن كوا ينسحيا قلها جورتدو تذكرنا وحو كوب قادي حلبان هذا قلها وكل هذا قرار كاي كود يدين فرجلين تدورة الصومالية كويس الصومالي الآن يسقون سيدا كلتنا كور بحية وفود كلا دوين يصفيرا إلا كل من إسلامر كان عي كلها لنا رماه الدور شوي إن كصومال كوسو فور كلايا رماك لا الصومال لأنه مهمة ما أنت وحنا كوسو قلنا حفيز ك عدالة دي دريال كيوعد وغورين هالكن وحانو هنباليو أمرين إنا حسبي أهان قولها قرتيدة جمهورية دي سومالي لان دما يستيركي توقنا يوحك بدل كي يكابيست أيو سميين حيرار كدوري شوين كيسكوسيد كان أي سيدا أقلبية داكو أنسيحيين مر لباد يمر سدحاد بوحانو لانا هاي هنباليو هنباليو سيدو كالي وحانو يغانا سلميدا او تاغيرسنahay qaraarka ay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland sida cad ee aan mamad ugu ku dheehnayn ayaguna sida aqlabiyada ay ku diideen faragelinta Soomaaliya hadaan inta ka gudbo labada golo hanbaliyadooda maanta waxaanu la kulanay xisbi ahaan madaxa xafiiska barwaaqo sooranka Somali land iyo Soomaaliya iyo wakiilka UK u qaabilsan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaanu ka wada hadalay xaaladda guud ee dalka tabariga Afrika iyo badacs hadii halka faahfaahina raaciyo arrimaha aanu ka hadalay ee aanu labada group kala hadalay wada socday waxa ugu horeeyay arrimaha doorashooyinka isku sidkan oo aanu faahfaahin togan ka siinay sida labada golaha markii hore ay soo gudbiyeen anaguna inaan ugu qanacsanahay ayna sida ku fili doonaan insha Allahu ta'ala ayna inoo ugu dheexi doonaan doorashooyinkii aynu sugeynay hadii la yiraahdo 13ka November 2024 waxaanu iyagana ka wada hadalay oo kale oo aanu iftiiminay isfahankii jamhuuriyadda Soomaaliland ay la gashay dawladda Itoobiya aanu jaarkanahay kaasoo si mugli xisbi ahaan aanu horena ugu taageeray sidii gudoomiyahaygu u sheegay mar labaad iyo mar saddexaadna aanu sidii taageero buuxda ugu raacsanahay inkastoo wali faahfaahintiisi ay naga dhiman tahay waxaanu iyadana isla soo qaadnay waanu ka wada hadalay dhibaatooyinka ka soo kordhay badacs ama marinka Babel Mandeb iyo inta imanka dadku ugu yeeraan Gulf of Aden oo hore loo odhan jiray Gulf of Berbera taasoo ay ku soo kordhay dhibaatada xuutiyiinta Yemen iyo waliba burcad badeedka oo iyaguna aad imanka u soo kordhay taasoo mandaqada caalamaha ma dhibaato ku haysa inagana si gaar ah inuu saameynaysa waxaan ku soo gunaanadayaa qodobada aan soo xusay oo dhameey waxay noogu soo dhamaadeen jawi wanaagsan iyo isfahan Soomaaliland hanoolaato
قول يا جوبنيم أقدم يواد مع سنت هاي واحد حصتي إن وفود الله كولنتين أتفاهمين كسيسان شيء كيس أفكارك هاي سومال لان يوتوبيا ولا واحد شرتي إن أتفاهمين ورسمي هذا كاي شيء كوحي هاي سيدا يا دتك هسا أشان بك إذا يبي أتفاهمين وكسيسان ما دابا إذا هنين شيء كوحي هاي يفهمين تسرسمي قابا أنا أقول حكومة أنا تكون صبرني واد مع سنت هاي هذا الكي كوتشرتي أما وربحينتي أم بحيي إسفهن كي on details أما فافاسن ولين مسوا قارن إسبيعان مدحوين هنا مركو قابتي وكل شري دولة دكتور بينا وشجع وعدي إنه ينوسو قد بين دونه خاصة لو قد بين دونه قلاياشة حوش عليه آه قلاياشة برلمان كا هذا تاي قلها وكيلة ده يقولها قرتي ده بقى كل يجون بين اللي جسوا جاي هنا يحلك وحيك الصباح عين لو دعجان وأي قلها وكيلة ده يجورتدو يجاي يا أمد الصومالي اللي أنا ودن بتله حياة دفلين ت دولة دون حق وحيولة داعي دوي حي علا الصقر شو هنا يبلشدو صوبان دكتور يقول يا شرع دكتين تبع إذا نروح هيبة هشيس كذا هاي نبا حتى غير سمرك وحنو تاجر ريا دنيا دورته هشيس هوران هنا ويسفان isfahan kiyo way kala duwan yihiin heshiisku heshiisku waa wax la soo dhameystiray oo la tafatiray oo la akhriyay oo golayaashi sharciiga soo maray oo xisbiyada muhaafid iyo mucaarad bal loo gudbiyay laakiin tan way ka duwan tahay way isfahan halka taageerse waxaanu taageereynaa isfahanka lagu dhawaaqay ee ah inayna siinayaan eetiraafki oo waxa ay noogu qaalisan maanta inagana waxayna weydiisteen salig sida madaxweynuhu ino sheegay saldhigana deey ma kaba saldhigii horena way ku yaaleen jamhuuriyadda Soomaaliland oo weynu haynay maalgashi hore weynu haynay hadii tusaalahan ku soo qaadanay jamhuuriyadda Djibouti ina la jaara 78 saldhig oo international ba ku yaala xamar tan qeylinaysa hadaan ku yar talaxtaga lefteeda ama Soomaaliya anigu ma ciitirafsani wax la yiraahdo dawladda federaalka ee Soomaaliya way birigi waxaynu ku heshiinay waxay ahayd Somali Republic iyagana Soomaaliya loodin jiray inagana Somaliland baa leen oodin jiray waxaynu ku midownay Somali Republic ama Jamhuuriyadda Soomaaliya marka goortan ay dastuurkan ay ku meeraalaysan ay xaraariiqdeen sameysteen iyo markay la bixin federaalka anigu wixii ka dambeeyay marka taa waxaan leeyahay waan ku celcelinaya inagu wax kasto isfahana oo adduunyada ay nooga yimaado xisbi ahaan oo wanaag iyo rajo wanaagsan u soo kordhinaya dalka Soomaaliland iyo dadkiisaba waanu soo dhaweynaynaa la taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo ka hadlay heshiiska waxa uu sheegay in marka la siiyo goobta badda 20 km iyo saldhigga military ay gacanta ku dhigaan ay ka fikirayaan Soomaaliland ixtiraaf siiyaan mi adeey dawladda Ethiopia heshiiska saxdaba saashay heshiiska isfahanka ay la galay saa sheegayso annagu horta ma hayno aniga horan oo saan u xusay on details ma hayna baan ku dhawaa isfahan annagu waxaanu raacayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wixii uu soo qaaday ee dalkan iyo dadkan u soo qaaday isaga inu dooranay isagii madaxweyna ku xigeenka iyaga ayaa fulinino ah iyaga ayaa noo dhaartay waxaanu ku kalsoonahay goobtiina madaxweynuhu ka sheegay in ciitiraaf ki jiro oo ay Soomaaliland ciitiraafayso dawladda Ethiopia tanaad ku wareegayso anigu ma hayade rasmi rasmi ma hadalba la taliya amniga qaran ma hayaan ku dhitaa mid aanu hayna ma aha ma warkii dhamaayay tubi ka soo baxay afka rasmi sara ku hadlay baad ma hayna dadka shacabka Soomaaliland ay daawani anagu xisbi ahaan waan ku celcelinaya taa waxa xaq loogu leeyahay jawaabteeda labaan ma golaha fulinta madaxweynuhu ugu horeeyo marka wariyaha adigu ma hadsan taa waxaan u maleeynaa inaad xaq madaxtooyada u raacdo waadna ma hadsan taa sidii kan taageereba waxaan taageeray waan ku celceliyay baan ku yiri waxaanu taageeray wax kasta oo xukuumadu u soo qaado wana ku jira dalkan mar walba waanu taageersanahay difaaca dalkaanu taageersanahay horumarkiisaanu taageersanahay ixtiraaf raadintiisaanu taageersanahay midna ka tagino de hanoo dhiginina aanu qayb ka nahay xisbiga kulmiye iyo dawladda anagu waxaanu nahay xisbi mucaarada nimanka aad ugu celcelinaysay makaad inoo haya hawsha tartan baan naga dhaxeeya laakiin su'aasha aad weydiisay ha cadaataan leh waqtigeeda si aad ugu noo weydiinayso ayaa anaguna weli aan u weydiinaynaa dawladda
anagu waxaanu taageeray ma aha oo kaliya isfahanka laakiin waxaanu taageeray wixii ummadan Soomaaliland wuxuu soo kordhinaya way dheeli tiran tahay oo taa waxa leeban ku yiri labada golaha sharci dejinta anagu meel yihiin check and balance ga anagu iftiimintaanu leenahay iftiimintuna markay ina soo gaadho waxaanu ka oranayno waa inoo kulan dambe hadii إبراهيم شكر سي بي تي في هرقيسة ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشغل جاجا حفيز كاجا يجوب تعد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121